هذه الديناميكية التي أنادي بها هي لمعالجة أمرين أساسيين: عجز الوضع القائم بآليته أن يجابه مشاكله اللي هي مشاكل النظام، والأزمة اللي عشناها 25 سنة لن تحولت من أزمة عامة وأزمة وطنية إلى أزمة داخل النظام، وقد نتفائل بتقلص حجم الأزمة. العامل الخارجي، ليس هناك عامل خارجي، ولكن هناك أيادي جزائرية تختفي تحت عنوان اليد الأجنبية واليد الخارجية. مشاكلنا داخلية وحلولنا، والحلول داخلية. العامل الخارجي طبعا قائم، مصالح الخارج قائمة، السهر عليها واجب وحمايتها واجب، ونتعامل معها بذكاء ونتعامل معها بقرينة التعامل بالمثل. من يقود الديناميكية يعني الجزئية الأصلية؟ نعم. الديناميكية شكون يقودها يعني؟ الديناميكية يقودها رجال يعني؟ الديناميكية يقودها النظام إن أراد، وكل المكونات المجتمع عبر مختلف التيارات السياسية والفكرية. لازم هذا التوافق الوطني اللي ندعو إليه منذ سنتين هو الباب الأول للخروج من الأزمة، وقبل هذا الباب لازم إشارة واضحة من طرف الذين يملكون أو يمسكون بسلطة القرار. إن فتحوا أو أعطوا إشارة، أنا متأكد أن الإرادات المخلصة ستتحرك، وأن الإرادات المخلصة ستبدأ في إبداء الآراء والإسهامات، وتتجند ويتجند الرأي العام للخروج من هذه الأزمة. مش قضية فرد ولا قضية أفراد ولا قضية عصبة، هذه القضية قضية وطنية، ولابد أن نعود إلى العوامل التي كانت فيها قوتنا، واللي كان فيها مكمن انتصارنا. لازم هذه العوامل نعود نجندها من جديد. نعم فرانس 24، نعم أنا متفائل، لو لم أكن متفائل لما كنت هنا. التغييرات هي في لحد الآن في تبديل الأشخاص، ولو أن داخل وزارة الدفاع يظهر أن التغييرات ولم تقف فقط عند تغيير الأشخاص، بل امتدت إلى تحويل بعض المهام، أي تغيير بعض الهياكل، وهذا شيء جيد. لكن البلاد في حاجة إلى تغيير الآليات الأساسية. هذه الآليات نوعين: الآليات السياسية والآليات الاقتصادية.